مساء الخير بنعمة المسيح. مرة ثالثة بنتقابل في مدرسة الروح القدس والتعليم عن الروح القدس والعبادة والصلاة مع خدمة الصلاة بالرابطة الإنجيلية مصر. أنا متشجع بالتوقيت ده، مرة تانية أقول إن ده توقيت فيه نقدر نقدم رسالة قوية لشعبنا في كل مكان عن عودة التعلم الكتابي والممارسة الفعلية الحقيقية لعمل الروح القدس. رب أكرمنا أمس في التعليم عن من هو الروح القدس الأسي السامح، وصباحا تكلمنا عن دور الصلاة ودور الروح القدس في وقت الصلاة، تكلمنا عن دور الروح القدس في الكلمة. النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية والاحتياج الشديد، كيف تمتلئ من الروح القدس، واللي هيقدمه الأسيس فاخي. لكن أحب أقدم صديق وزميل لسنين طويلة الدكتور رائف فكري، اللي كان بيخدم معنا في كنيسة المحافظة زمان، هو موجود طبيب مقيم في انجلترا، هيكون بيقودنا في وقت العبادة المسائية النهاردة، وبعدها نكون بنستمع الخدمة بنعمة المسيح. مساء الخير. أنا بشكر ربنا جداً على التكنولوجيا اللي بتخلينا نتجمع. إحنا عارفين بالإيمان إن إحنا جسد واحد في كل مكان في العالم، وعارفين نيجي قدام السيد ونقعد ونسكت ونعبد ملك الملوك ورب الأرباب، ونقدر بروح واحد وبكلمة واحدة نقعد عند رجليه ونقول له أنت الملك. الوقت اللي جاي ده هنقعد وقت محدش شايفك، تقعد لوحدك بس قاعد عند قدمين السيد، قاعد وملك الملوك ورب الأرباب في المكان، قاعد نافع أنك أنت تركع، وينفع ترفع إيدك، وينفع تستقف، وينفع تهلل، وينفع تنحني قدامه. العبادة هو إدراك أن المسيح كنز أشبع وأغنى من أي كنز تاني. مش كده بشجعك أن الوقت ده نخش محضر ربنا وكل واحد لوحده كده يقول له أنا عايز ألمس حضورك، عايز أقعد ومحدش شايفني، بس أنا عارف أن في محضر في العرش، محضر ملك الملوك ورب الأرباب. يسوع همسك ومش هرخي، انا قلبي تعلبي، انت اللي انا عايش لي، بدمو اسكت عند رجلي والغالي يرخص لي، ده الكل ما يسويك. يسوع همسك ومش هرخي، انا قلبي تعلق بي، انت اللي انا عايش لي، بتمو هسجد عند رجلي والغالي يرخص لي، ده الكل ما يسوي. القعدة قدام ملك الملوك رب الأرباب وعمل الروح القدس في حياتك وانت قاعد قدامه من أقوى الأمور العملية اللي ممكن تغير حياتك. أنا بشكر ربنا أن مفيش صورة ومفيش شكل ومفيش منظر نقدر ننبهر بيها. أنا بشكر ربنا المنظر الوحيد هو يسوع المسيح. في التثنية 4 كده بيقول، التثنية 4:11 بيقول: فكلمكم الرب من وسط نار، وأنتم سامعون صوت كلام لكن لم تروا صورة بل صوت. مشكلة بتحصل مع مؤمنين كتير قوي إن هما بياخدوا المبادئ وبيجروا بيها، بياخدوا الروشتة وبيجروا بيها، وما بيقعدوش يتعاملوا مع الاختبار الحقيقي اللي ينفع يغير الأعماق كلها. عشان كده ربنا قال لشعب إسرائيل: أنا ما ورتكمش نفسي، لأن عندكم استعداد إن كنتوا تبنوا كونوا صورة، والصورة اللي تمشوا بيها تعبدوها حتى لو كانت شكل مني، لكن أنا
بدون شك. عشان كده عارف يوري موسى نفسه، لأن موسى ما كانش عنده الاتجاه ده، ما كانش عنده الاعوجاج ده. أنا عايز أرجعك النهاردة إن تعبد الرب بكل قلبك، من غير ما تدور على شكل ولا صورة ولا منظر، تدخل لمحضر ربنا بيه، لأن هو قادر أن يشكل هذه الصورة قدامك. يسوع أسجد لك حبيبي، اختارك نصيبي، ليك بل الحياة بختار، أمت وتحيا فيا، ليك لكل ما ليا وحدك تسير. يسوع أسجد لك حبيبي، اختار نصيبي، فيك بل الحياة بختار، أموت وتحيا فيا، اللي كل ما ليا وحدك تزيد. يسوع أمسك ومش هرخي، انا قلبي تعلق بيه، انت اللي انا عايش ليه، اسكت عند رجلي والغالي يرقص لي، ده الكل ما يسوي، هو الاصل هو الاول والاخر، البدايه والنهايه. انت اللي فديتني في همومي وعزيتني، انت اللي فديتني في همومي وعزيتني، في لحظة واحدة شفيتني وبنظرة صرت معاك، بنظرة صرت معاك، وحدك يا يسوع، وحدك يا يسوع، وليس سواك، بحبك يا يسوع، ولا حد وياك، ولا حد وياك، مجدي وحرية ويعيش هنية، مجدي وحرية ويعيش هنية، محبة أبدية تربطني وياك، تربطني وياك، وحدك يا يسوع وليس سواك، بحبك يا يسوع ولا حدش وياك، ولا حدش وياك. وانت قاعد قدام سيد كده، عايزك تدرك حاجة، ان اكبر مجاعة في العالم هي المجاعة لمعرفة الروح القدس، معرفة الله، معرفة شخصية، دي أكبر مجاعة موجودة في العالم. عشان كده ككنيسة وأولاد حاملين روح الله، حاملين كإناء حامل هذا النور، قول يا رب أنا محتاجك، أنا محتاج إني أتلامس معك وأنا قاعد عند رجليك، عشان أعرف أنقل الصورة الحقيقية لكل حد. محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج رضا دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج رضا دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وهشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني، أنا لما هاجي أشوفك وأشوف اسمي على كفوفك،
بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعف قويني، إن كنت حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقي مش فيه. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ارويني. أنا جاي ضعف قويني، إن كنت حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقي مش فيه. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. لمسة من هطب يفيدك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. سمعنا عن الكلمة النهاردة، قلوا الكلمات اتكلم. لمسة من هطب يفيدك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قوي، إن كنت حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقي مش فيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني. كل اللي بيتقابل معاه بيقول إن مقابلة معاه إحساس بهوم سويت هوم، إحساس بمكان راحة، إحساس إن أنا في البيت، إحساس بعلاقة ما شفتش زيها قبل كده، علاقة عميقة في خصوصيتها، شديدة في حميميتها في قربها، علاقة غنية في إشباعها، علاقة واضحة في ملئها. الكل يشوف، يشوف إنك مليان بيه. والمقابلات دي بتنتج، بتشوف نور، ومن نور يخلق كلمة، والكلمة تدخل فيا فتخرج مية ونور، والنور ده يرتب أولوياتي ويرتب الأزمنة بتاعتي ويديني فهم وتمييز للحياة. أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيد دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيد دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سبائي، حبيبي سبائي، بحبي سبائي، شفاني ورواني، بغمري رواني، جذبني حبه إلي، أتي وعيني علي، جلست بين يدي بوقت نساني. أنا يسوع فتى بقلب كل حال، أحضاره ملأ بالجود والإحسان.
سنتمتع بجمال يسوع. جمال يسوع فتى وقلبه كله حانى واحضاره الآن بالجود والإحسان. حبيبي سباني بحبي سباني شفاني ورواني بغمري رواني. حب إلي أتي وعيني علي جلست بين يدي ووتي نسى. قول الكلمات اللي جاية دي بعمق قلبك. قول وانت منحني قدامه وانت بتقول له ملء روحك اشتياقي شوقي يا ربي إلي. مش لأي مبادئ، مش لأي أفكار، مش لأي صورة، إليك وليس سوى أكون ملكا لي ومبتغيا رضا. شوقي يا ربي إليك وليس سوى أكون ملكا لي ومبتغيا رضا. حبيبي سباني بحبي سباني شفاني ورواني بغمري رواني. جذبني حب إلي أتي وعيني علي جلست بين يدي مروع ووتي نسى. ما يقدرش ياخدك الرحلة دي غير روح القدس، ياخدك يوريك النور الحقيقي اللي يقدر يخترق إلى أعماقك ويفهمك ويرتب الأزمنة والأوقات قدامك، يديك تمييز واستنار، يدخل النور في علاقة حميمية والنور يطلع كلمة والكلمة تخترق أعماقك وتخرج منها نور ومية. ما المية تغطي البحور كلك نور سلطان يطيق المربوط حر بإيديك لينا تشق البحر والأملاك تخضع ليك بالأمر والملوك تسجد لك والأكوان لك سلطان. كلامك سنين وتجيال مش هيدور سلطانك بيعدي حدود المعقول ومش بتتغير وثابت على طول. قلب الحزن تبدله بسرور كلك نور كلك نور مجدك ماله حد السجود يكوي كل المجد والتسبيح يملأ كل الأرض زي ما المية تغطي البحور كلك نور. لو فتحته مزمور 66 بيبتدي بيقول اهتفي للرب يا كل وقت، لكن في نص المزمور كده بيتحكي بعدها عن اللي عمله مع شعب إسرائيل واللي عمله معاهم في كل البرية والقصة دي كلها، لكن بيجي في نص المكان كده ويقول الجاعل أنفسنا في الحياة أنفاسه في الحياة. بعد كده آخر مزمور يقول كده تعال أحكي لكم بقى، أحكي لكم عن الرب عمل معايا إيه، تعال أحكي لكم عن مين شخص. العبادة هي اختبار تلامس مع الروح القدس.
اللي يخليك تدرك ان المسيح كنز اقيم واشبع من كل اي شيء تفقده بالموت او تكسبه بالحياة. بحب قوي بولس لما قال الكلمات دي: حسب انتظاري ورجائي اني لا اخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين، ودي العبادة والتسبيح، كذلك ان ليتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أجد لك. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أجد لك. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب، أراك الفرحة والزادة. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب، أراك الفرحة والزادة. النفس تهيم بك شوقا، أنت مناها وحياتي بقربك غالبة من أبهاها. النفس تهيم بك شوقا، أنت مناها وحياتي بقربك غالبة من أبهاها. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أشد لك. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أشد لك. يتعانق حبك، إلمس مجدك مع في قلبي، مع نبضاتي يسمعني لحن فيه سلام لحياتي. يتعانق حبك في قلبي مع نبضاتي يسمعني لحن فيه سلام لحياتي. قدوس أنت فعلمني حتى أراك، لن يغني حياتي ويشبع عمري إلاك. قدوس أنت فعلمني حتى أراك، لن يشبع عمري يشبع قلبي إلاك. إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أشد لك. كرر كلمة دي: إلهي أنت أحمدك، أرفعك، أشد لك. أقوى نتائج الأعداء قدام ربنا إن يكون زيه، إن يتطبع صورة المسيح بالروح القدس جوايا. مكتوب كده إن المعبود بيبقى زي العابد، او العابد بيبقى زي المعبود. في مزمور 115 بيقول: لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، لها منخار ولا تشم، لها ايدي ولا تلمس، لها ارجل ولا تمشي، لا تنطق بحناجرها. بعدين بيقول بعدها على طول على الثمانية: مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل. ده العالم، بس القانون السماء بيكون زي ما هو، أكون زيه شبهه على صورته. استحالة روحية إني أقعد قدام ربنا ما أتغيرش. يبقى ما إما قعدت مع نفسي، يا إما قعدت قدامه واشتكيت. لكن القانون اللاهوتي إني عندما أدخل قدام الروح القدس، الروح القدس يعمل فيه ويغيرني. استحالة روحية إن ظرف يفصلني عن الروح القدس أو محبته. بولس قال الكلمات دي: بولس
الحقيقة شخصا الظروف مسماها وقال كده ما فيش شيء من سيفصلنا عن محبة المسيح، وسمى كل الظروف أشد أم ضيق أم ضاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف شخصنا، وحط اسم يسوع المسيح فوق الكل وقال ما فيش حد يقدر يفصلني عن هذا الاسم العظيم. فوق الجميع ارفع اسمك ربا قديم للابد ملكك امين، اثق بك نعظم من مثلك فوق الجميع نرفع اسمك ربا قديم للابد ملكك امين، اثق بك نعظم من مثلك يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم فوق كل اسم اسجد فاسمك عظيم، يسوع انت مالي نسجد فاسمك عظيم، يسوع انت مالي اعلن اسم يسوع فوق كل اسم، وعندما اعلن اسمك تنحني كل الارض لك، تسجد كل الجبال وتهتف كل البحار، يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم نسجد لك فاسمك عظيم، يسوع انت مالك. ما ينفعش اخش محضر ربنا واقعد قدامه غير لما اشوف قد ايه هو عظيم، غير لما اشوف قد ايه هو مهوب، قد ايه هو رائع. مجد التمالي الكون تقول فيكون، وسلطانك يا ربي عالي مهما يكون، تكتمل الكون تقول فيكون، وسلطانك يا ربي عالي مهما يكون، ومالك وقاضي أمرك في لحظة يسير، والصعب قدامك يكون سهل ويسير، عالي أنت عالي فوق الكل عالي 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 أنت عالي، حواليك سحاب وضباب ملكك مالوش حساب، ملك الملوك يا ربي ورب الأرباب، اسمك ده برج حصين، اسمك يا رب عظيم مجد وكرامة ليك طول السنين، عالي انت عالي فوق الكل عالي 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 انت عالي.
تعالوا نختم الوقت ده واحنا قاعدين في تعبد في الكلمات اللي جاية دي. روح القدس ما ينفعش ما يكشفش عن المسيح، ما ينفعش ما يقولكش مين هو المسيح، ما ينفعش ينادي بالاسم العالي ده بكل صفاته وقدرته. يسوع المسيح هو ابن الله العبيد، هو كلمة الحياة، هو رئيس الحياة، هو الإله الحقيقي، هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو كوكب الصبح المنير، هو شمس البر والشفاء في أجنحتنا، هو بهاء مجد الله ورسم جوهره، هو القدوس البار العظيم السيد أدوناي رب الجنود رب المجد رب السباقوت، هو إيل شداي، هو يهوى القدير، يهوى يرقى، يهوى رفا، يهوى نسى، يهوى شلوم، هو خالق كل الأشياء، هو القادر على كل شيء، هو الله الديان، هو ضياء مجد الله، هو حجر الزاوية، هو عمود الحديد، هو رأس الكنيسة، هو الكرمة الحقيقية، هو رئيس الكهنة الأعظم، هو مخلص العالم، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو فادي، هو فصحنا، هو الشفيع والوسيط، هو ابن الإنسان، ذكر كل خليقة، أز وسرية داود، هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، هو الطريق والحق والحياة، هو الخبز النازل من السماء، هو نور العالم، هو خبز الحياة، هو الماء الحي، هو صديق الألصق من الأخ، هو عمانوئيل، هو المعزي المحب، هو يهوى الذي كان والكائن والذي يأتي. تعالوا نختم بالصلاة دي. انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق الساحة ومال الكون، عالي هتشوف ملكك كل العيون. ايه الجمال ده؟ دكتور وقف، انا عايز اشكرك جدا عشان وقت العبادة اللي انا اتعودته من وقت ما كنا مع بعض في كنيسة المحافظة واحنا بنسبح بنفس القوة وبنفس المسحة مع ازدياد. انا بشكرك لأجل العربي بتاعك وبشكرك لأجل المعرفة الكتابية. انا بصلي ان رب يستخدمك بقوة كما كنت تكون في الارتفاع وفي ازدياد في النعمة وفي البركة في الاستدامة. ربنا يباركك ويبارك بيتك وعائلتك وخدمتك وشغلك اللي انت فيه. مرة تانية عايز اقدم صديق خاص جدا لقلبي الاسيس فخري زكي. احنا بقالنا سنين نعرف بعض ومقابلتنا كلها كانت معظمها في عرش النعمة في اوقات صلاة واوقات خدمة، وبشكر الله لاجل اتساع وقلب الاسيس فخري في فهمه لملكوت الله. وعايز اعلن بهذه المناسبة السعيدة بوجود الاسيس فخري اني بشكر الشراكة مع فيصل خارج من الصلاة، واعتقد ممكن يكون بيحكي عنه اكتر، لكن هنقدر كعالم نقدر نتحط ونصلي لبعض. الابليكيشن ده بالتفصيلات بتاعته، عيلة تصلي، أسرة تصلي، كنيسة ليها روم خاص بيها، طائفة أو مذهب ليه روم خاص بيه، وإحنا كشعب رب في كل أرض مصر والعالم العربي وأيضا البلاد الأخرى يكونوا أيضا مشتركين ومتحدين معنا في الصلاة. ربنا يبارك أسيس فخري، والأسيس فخري من ضمن اللي مش عارفين يرجعوا بيقدم الوعظة بتاعته والخدمة بتاعته وقت الصلاة من استراليا. بصلي إن رب يباركه ويبارك خدمته كمان في استراليا زي خدمته الممتدة في
في مصر والبلاد المحيطة. ربنا يبارك يا سفخي، والمايك مع حضرتك. شكرا حضرتك أسيس، وقت مميز حقيقة، لكن كمان أثق أن ربي يقودنا في الوقت اللي جاي ده في فكرة عن الملء بالروح القدس. هقرأ مع حضراتكم من سفر أعمال الرسل إصحاح 1، وهقرأ من عدد 4. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. وإحنا عارفين بقية الإصحاح، لك الحقيقة وصية أخيرة الرب لها لتلاميذه، قال لهم لا تبرحوا من أورشليم، وكأنها وصية غالية، وداهم النصيحة دي وحطوا قدامهم انتظار شديد وشوقهم، لأنه هو هيصعد وهينزل المعزي، هيرسل المعزي. التلاميذ كان عندهم كم من الخبرات الشديدة من قربهم للرب، شافوا الرب هو بيعمل معجزات، شافوا الرب هو بيشبع الجموع، شافوا الرب هو بيصلي وهو بيصوم، شافوه وبقى عندهم كم من الخلفيات الجيدة اللي فيها يقدروا يشهدوا عنه بشكل رائع. فوقت الأوقات يوحنا قال هذه الكلمات في يوحنا 1:1، قال الذي رأيناه الذي سمعناه نخبركم به، نقدر نحكي عنه. وبطرس قال الكلمات دي كذلك، قال كنا معينين عظمته، احنا كنا معاه في جبل التجلي فشفنا مجده، نقدر نخبركم به كمان. لكن حقيقة ده ما كانش، الخبرات مش كفاية. رب قال لهم مش هتعرفوا تعملوها لوحدكم، لا تبرحوا من أورشليم، هبعت لكم المعزي. حبائي في حياتنا المسيحية لا تأتي بخبرات ولا تأتي بنشاطات ولا تأتي بدراسات أيضا، وإن كان ده كل مهم، لكن تعتمد تماما 100% على قوة وعمل الروح القدس. ما نقدرش نعمل غير كده، وما نقدرش نتحرك من غير روح الله فيها. الرب بعد ما قام من الأموات ظهر لعدد كبير، يقول الكتاب الكلمات دي في كورنثوس الأولى 15:5، وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، وبعد كده وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باقي إلى الآن، أكثر من 500 معظمهم باقي، ده غير التلاميذ وغير صفا والإثنى عشر. لكن اللي بقى في يوم 50 في العلية هم 120 واحد. وأنا أتخيل إن عدد كبير منهم قالوا إحنا مش هنستنى، مش هنستنى، يعني الموضوع أبسط من كده، أسهل من كده، خلينا نعمل مؤتمر وهنعرف نجيبها، خلينا نعمل حملة كرازية وهنعرف نجيبها، خلينا نعمل خدمات وهنعرف نجيبها. سبتوني روح القدس مش تعرف تعمل حاجة. بدون هذه القوة من الأعالي مش تعرف تعمل حاجة. اللي يخلي واحد يقف وفي وعظة واحدة يربح 3000 نفس، يقول الكتاب ولما سمعوا نخصوا في قلوبهم، ده مليان بروح القدس، ده خد قوة من أعالي، خد من فوق قوة. كان ممكن بطرس يقعد سنين وسنين ويربح 1000، مين فينا بيربح 1000 واحد؟ قليل قوي، مسحال الرب، مش كتير، عملها في يوم واحد. الروح القدس يعملها معك في يوم واحد، في يوم واحد. القوة دي تغير النفوس، اللي بيغير الذهن، بيشيل العمى من على العينين، اللي يوقع القشور، اللي يجدد القلب، اللي يغير الطباع، اللي يفك من القيود ويدي حرية، روح القدس. الملء بالروح القدس مش اختيار. أفسس 5:18 يقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. خلي بالكم، بل امتلئوا بالروح.
ما عندناش بديل ليها، لأن حياتنا الروحية تعتمد تماماً على قوة وعمل الروح القدس فينا. لكن في ناس لما أنت ما بتتمليش بالروح فأنت بتتملي بحاجات تانية، لو أنت مش مليان بالروح القدس فأنت في حاجات تانية ملياك. ما هو الإناء ده في شيء ما لازم يملاه، هل هو العالم؟ أفكار شيطانية؟ تعرفين الكتاب يتكلم في أعمال 5:3 يقول: فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ قالوا ليه يا حنانيا؟ قلبك ملأ الشيطان. في ناس مليانة بحاجات كتير قوي. أنا أسألك سؤال، قلبك مليان بإيه؟ أقول لك لو مليان بروح القدس، في ثمر للروح القدس، في محبة، في وداعة، في تعفف، في ثمر للروح القدس. لو مليان بحاجات تانية، في ثمر للحاجات التانية بتظهر، واللي بيشوف الثمر ده أهل بيتك أو الناس وأصدقائك القريبين منك. وأنا عاوز أقول لك من ثمارهم تعرفونهم. اللي أنت النهاردة بيظهر في حياتك ده راجع من جوه. لو حاولنا نجمل نفسينا أحبائي لبعض الوقت، التجمل ده ما يستمرش كتير، لكن اللي جوه بينضح، كل إناء ينضح بما فيه، بيطلع لبره. أرميا 2:13 يقول: لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء. في ترجمة تانية: أبار مكسورة لا تمسك ماء. تركوني أنا ينبوع المية الحية. أنا تخيل أن بطرس قال له إحنا عارفين نعملها، ما كانش وصل لأي حاجة، ولا التلاميذ كانوا تحركوا وعملوا أي حاجة خالص، مجهودات ضائعة. تركوني أنا ينبوع المية الحية. إحنا محتاجين نرجع نقوله عاوزين يا رب من المية الحية. سامرية اكتشفتها وقلت له اديني من المية اللي عندك، أنا تعبت كتير. أقول لك لو تعبان كتير قوله اديني المية اللي عندك، لو ضغطت وشلت الهم وخفت واضطربت وشكايات مرمية عليك قوله اديني المية اللي عندك يا رب. لكنهم تركوا ينبوع الماء الحي لينكروا لأنفسهم أبارا يحفروا لأنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء، ما بتمسكش ماء. معقولة إحنا بنحفر لأنفسنا أبار ما بنشبعش منها ما بتملاش؟ آه في أبار كتير قوي، في أبار من الانتقام، أبقى مجروح وعاوز انتقم. روح الله عنده حرية وأنا مصمم أخش بدراعي. تقول لي في مؤمنين يبقى عاوزين ينتقموا؟ ولك يوحنا 12:19 يقول كده: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب. ادي مكان للغضب في انتقام، في أبار نجاسة. كنس أولى 5:1 يقول: يسمع مطلقا إن بينكم زنا، وزنا مثل هذا لا يسمى من الأمم. في ناس تحفر لنفسها، انت بتجري ورا حاجات في الاخر ما بتشبعش منها، بعد شويه تقول انا بضيع عمري. وفر السكه قول انا عاوز الميه الحيه، انا عاوز من دي. حبايبي النهارده موضوعنا عن الملء بالروح القدس، هو ده الموضوع بتاعنا، وده اللي احنا عاوزين نوصل ليه مع بعض. وهمشي معاكم في بعض النقط اللي هنتكلم فيها. امتلئوا، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح القدس. كلمة امتلأ بتعني أشبع حتى التخمة، أبقى بيصيد فيه. العالم ما يقدرش يفهم الكلام ده، كتاب بيقول كده: لا يستطيع العالم أن يقبله، لكن تلاميذ الرب تقدر تميزه تقبله، تقدر تشبع وتشبع وتشبع حتى إن هو
مش بس بيملاك لكن بيفيد منك للآخرين. فالناس أما بتقرب منك بتختبر السلام، بتختبر الفرح. خلينا أقرأ معاكم في كرونسوس الأولى 6-19، بيقول إن أجسادنا هي هيكل للروح القدس، أم لستم تعلمون إن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الهيكل في العهد القديم كان مقسم لثلاث أجزاء: قدس أقداس، ثم القدس، ثم الدار الخارجية. قدس الأقداس بتمثل روح الإنسان، القدس بتمثل نفس الإنسان، الدار الخارجية بتمثل جسد الإنسان، الجسد الخارجي. وهنا بيقولها أجسادكم هي هيكل للروح القدس. إزاي بقى؟ الجسد، وأنكم لستم لأنفسكم، النفس، اشتريتوا بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. والأرواح كمان ذكرها هنا، ده قدس الأقداس. الروح القدس بيجي يسكن في روحي ويجي يملى روحي، فبينسكب ويتحكم وبيقود النفس، ثم الجسد بتخضع ليها. طيب خلينا أنقل معاكم على شوية نقط، لأننا عاوزين نقضي وقت صلاة مع بعض شوية. ليه أمتلئ من الروح القدس؟ لماذا نمتلئ من الروح القدس؟ واحد، روح القدس يصلي فينا، رومية 8-27، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. هو بيصلي فيك. أوقات كتير تبقى متلخبط، أوقات كتير تبقاش حاسس قوي بحضور ربنا. لما تتملي بالروح القدس يتكلم على لسانك، يقود لسانك، يقود أفكارك، يكشف لك عن أمور، يخبركم بأمور آتية، يوريك فين توجه الحرب بتاعتك، فين توجه صلواتك. لكن أيضا مش بس كده، لكن الروح القدس بيفتدي الوقت. قلت لحضراتكم بطرس كان ممكن يقعد سنة واثنين وثلاثة عشان يربح 3000 نفس، لكن عملها في يوم، عملها في يوم، والثلاث تلاف بقوا 5000، وازدادت الكنيسة، يقول عنهم فتن ومسكون، وصل كل بشرية. كتاب يتكلم في حزقيال 47:3، يقول قاس 1000 زراع وعبرني. 1000 زراع تقريبا يعني حوالي 500 متر. الخطوة بتاع الروح القدس 500 متر، اللي ممكن تمشيه في ربع ساعة هو يمشيها في دقيقة، اللي ممكن تعمله في أيام ويعمله لك في يوم. يبقى عندك 70 سنة، لكن وكأنك عندك 200 سنة، لأن اللي عمله بيك الرب كتير. بيتكسر قلب لما لقي نفوس بلا سنين وسنين مع الرب ما جابتش واحد للرب. ده ايه؟ انت محتاج تتملي بروح القدس، محتاجين نختبر اختبار جديد. واحد، بيصلي فينا. اثنين، يفتدي الوقت. ثلاثة، يعرف أعماق الله. كرونس أولى 2:10، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. الروح يكشف كل شيء، يكشف أسرار الله، يكشف لك اللي بيحصل إيه. في وقت لخبطة شديد، الدنيا كلها متلخبطة حوالينا، إيه اللي جاي بكرة؟ إيه المفروض تعمله النهاردة؟ الدور اللي هو عاوزك تكون فيه. يكشف عن عينيه، يتكلم ليك، يديك أسرار من السماء تلاقيها في كلمته وتلاقيها في روحه، لأن الاثنين زي بعض، الاثنين مرتبطين ببعض. يكشف لك عن أسراره، لكن كمان تسمع صوته. احنا 16-13، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. يقول لك عن اللي جاي،
تقول لي ممكن ربنا يكلمنا على اللي جاي؟ اه يكلمك على اللي جاي. الكتاب بيقول كده، راجع معايا كل اعمال الرسل هنلاقي حاجات كتير قوي الرب اتكلم فيها على خطوات مستقبليه كتير. ليه؟ لان هو عارف المستقبل وعاوز يقول لاولاده ايه اللي هيحصل. احبائي هي علاقه صداقه وقرب شخص منه يكشف لك عن اسراره ويقول لك المفروض تعمل ايه ويقودك فيه. تسمع صوته في حياتك الشخصيه وفي حياتك سلوكياتك الروحيه في امورك الزمنيه تسمع صوته. انا فاكر مره من مرات كنت في سفريه في احدى الدول، هناك تقابلت مع القسيس اللي انا رايح له في العاصمه بتاع الدوله دي، وانا المفروض كان عندي تاني يوم خدمه هناك في الكنيسه عنده. الكنيسه عنده تبعد عن العاصمه حوالي ساعتين بالاتوبيس. كان ده من وقت كبير، كانش لسه الموبايلات يعني كان اختراع جديد كانش لسه انتشرت. فتقابلت معاه في العاصمه وقعدنا حكينا وخلاص، وهو سافر. قلت له تاني يوم انا هاخد اتوبيس اكون عندك 9 صباحا عشان الكنيسه بتبتدي الساعه 10 صباحا. وفعلا خدت الميعاد، صحيت في وقت مظبوط وخدت الاتوبيس. طلع الاتوبيس اتاخر ساعه كامله وهو فضل مستني 9 9 ونص 10. مشي وانا ما عنديش لا العنوان لاني معتمد عليه تماما، ولا في موبايلات نعرف تتصل، فيش غير كابينه كانت زمان كانت كابينه بتاعت الشارع دي بتتصل بيها زي كانت ايام موبينيل، تتصل بالكابينه بالمكان عنده. فانا بقيتش عارف اعمل ايه، معين مريتو اتصلت بيه على الكابينه جرس محدش بيرد. وقعدت وقت وانا محتار واقول له معقولة أسافر السفرية دي كلها بلد تانية وأرجع وأسمع صوته يقول لي أنا أقودك؟ شلت الشنطة ومشيت وأمشي الشارع أسمع صوته يقول خش يمين خش شمال. وما ننساش أبدا في مكان كان فيه بعض السلالم كده أطلع عليها، عديت الناحية التانية. تلت ساعة وأنا ماشي وأنا مش عارف إيه اللي بيحصل، وفي الآخر وقفت كده قلت أنا ده جنان. كان في ميدان كبير كده وقعدين وأنا واقف ومحتار وكنت منزعج. جت واحدة ست كبيرة تقول لي أنت بتدور على الكنيسة اللي هنا؟ لا قالت لي هناك هي. ورحت خبطت لقيته طالع واتصدم لما شافني. قال لي جيتي ازاي؟ قلت له روح القدس. قلت له حاولت اتصل بيك، اتاري البن بتاع التليفون كان مفصول. هل ممكن رب يكلمك؟ هل ممكن رب يقودك؟ لو هو صديق يبقى بيتكلم، لو هو اله يبقى بيقودك. عنده كتير كتير ليك. عندنا كم اختبارات كثيرة صحيحة يعني عشان الوقت نختصرها. هو يتكلم لنا، يتكلم بأمور خاصة في حياتك. أولاد الله ينقادوا بروح الله، مش بس تسمع صوت الله لكن كمان نتملي بروح القدس لتمجيد الله. يقول الكتاب في يوحنا 16:14 ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، كل ما للآب هو لي. لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويديكم. إزاي تمجد الله؟ هو يعرف إزاي. أكتر واحد يمجد الله روح الله، يقدر يعلن عن مين هو الله، يملى المكان بحضوره، يتحرك بشكل معجزة في وسطينا، يخلص نفوس، يحرر من قيود، فيعود المجد لله بالروح القدس. أوقات كتير ناخد مجد لنفسينا فالثمر ما بيبقاش موجود، ضعيف أو معدم، لكن الروح القدس يمجد الله فالثمر مضمون 100%. أيضا
نتملي بروح الله علشان نفهم كلمة الله. الكتاب بطرس الثانية 1:21، لأنه لم تأتي نبوة قط من مشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدوسون مسوقين من الروح القدس. ما تقدرش تفصل كلمة الله عن روح الله. اللي كتب الكلمة هو روح القدس، واللي يوضح الكلمة هو اللي كتبها روح الله. كتبه أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس، عشان كده يقدر يفهمها لك. تقرأ الكلمة تكتشف الكلمة، مش ورق جرايد أبدا، إعلانات إلهية يا رب يتهانك. فهم روحي، تطلع من قدام الكلمة وانت مليان بدسم شبعان بيها. نكتب رب، محتاجين روح الله يفهمنا كلمته، ينورنا. لكن أيضا روح الله يحرر من القيود. كرونسوس الثانية 3:17، وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. عاوز أقول الأرض اللي تبقى مليانة بشقوق وبقالها وقت ما شافتش مية، الأرض دي تبقى جواها حشرات كتير، أو ما تيجي المية الحشرات دي تطفو على السطح وتهرب. لما تيجي المية على حياتنا حاجات كتير قوي تهرب، خفايا تهرب. لما يجي النور الضلمة ما تستحملش انها موجودة. روح الله يجي ويكتسح، يحرر، يغير، ينير. أحبائي، يا ما في وسطينا أمور صعبة، ويا ما في حياتنا حاجات صعبة. من بره الشكل جيد، لكن من جوه أمور مؤلمة جدا. سلب لحق الله، سلب الأموال الله، خيانات زوجية، جروح، غضب، عدم غفران. وتحول العمل الروحي لطموح لا علاقة له بالروح القدس ولا مجد الله. أحيانا نتصارع مع بعض مين يبقى على منبر، نبقى جوه وبنعبد مع بعض لكن من جوه مش قادرين نقبل بعض. اسمع، محتاجين من الروح القدس يغير القلوب دي، الضلمة دي تهرب، الجروح دي تتشفي. ما أسهل إن احنا نتحجج ونقول المشكلة في الناس، مشكلة في الشعب، مشكلة في الخدام، مشكلة في الكنائس. الحقيقة مشكلة فينا، محتاجين مية جديدة، نهر نعمة يملانا. خلينا معاكم لنقطة تانية. إيه الفرق بين سكنة الروح القدس والملء بالروح القدس؟ في أفسس 3، في أفسس 1:13 يقول: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدس. لما بنيجي وبنعرف الرب، نتقابل، نقبل المسيح في حياتنا، يجي الروح القدس ويعمل ختم، يسكن في أرواحنا. والكتاب في يوحنا 1:12: أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. مؤمن باسمه أصبحت ابن للرب، قبلت الرب أصبحت ابن لي. عشان كده حصل ختم للروح القدس. لكن هناك اختبار آخر، هو اختبار الملء بالروح القدس. وأنا عاوز أتكلم وأقول إنه البعض يسميه الملء بالروح القدس، البعض يسميه حلول الروح القدس، البعض يسميه معمودية الروح القدس. سميه زي ما تسميه، أنا عاوز أتملي منه. ده بيتكلم في أعمال 8:14: ولما سمع الرسل الذين في أورشليم إن السامرة قد قبلت كلمة الله، السامرة هنا قبلت كلمة الرب، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، قالوا لهم تعالوا. الذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. هنا إذن وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. واللي قبل كده إيه؟ ده كان سكن الروح القدس. ودلوقتي إيه؟ هو الملء بالروح القدس، معمودية الروح القدس. أعمال 19:1: فحدث في مكان أبولس في كورنثوس
إن بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ، وجد إيه؟ تلاميذ، قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. بعد كده يقول الكتاب، فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد بماء التوبة، بمعمودية التوبة، قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. فالروح القدس سكن في قلبي، والروح القدس خدت في اختبار تاني فاض فيا. دول كانوا تلاميذ، دول كانوا مؤمنين، لكن ايضا ساعات يبقى مع سكن الروح القدس ايضا ملء ومعموديه الروح القدس. فاعمال 10:24 خلينا اقراها معاكم. نتكلم على الرؤيه اللي شافها بطرس امام الرب ودور كرنيليوس لما دعاه. فاعمال 10 يقول الكتاب الكلمات دي في عدد 24: وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كرنيليوس فكان ينتظرهم، وقد دعا أنسبائه وأصدقائه الأقربين كلهم. كرنيليوس دعا أنسباء وأصدقاء أقربين كل مش مؤمنين. ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجدوا واقعا على قدميه، فأقامها بطرس قائلا: قم أنا أيضا إنسان. ثم دخل هو وتكلم معه وجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو أن يأتي إليه. عشان كده ربنا قبل كده ورّاله الرؤية ومهد له. وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني، فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. فقال كرنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع، وقال القصة كلها. يقول الكتاب كده، وبدأ بطرس يوعظ في الوعظة بتاعته، لكن عدد 44 يقول: وبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختام كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. كانوا خطاع، قبلوا الروح القدس كسكنة وكمعمودية مع بعض اختبار واحد. فممكن يبقى شخص جديد خالص ويختبر الملء، ويختبر مواهب للروح القدس. لو أنا في يوم من الأيام خدت قرار أعيش للرب، ما اختبرتش هذا الملء، النهاردة محتاج أقول له املياني يا رب، املياني بروحك. طبعا عشان أتملي هقول بعض النقاط الهامة عشان أتملي بالروح القدس. واحد، لابد أن يكون عندي رغبة حقيقية لطاعة الروح القدس. لما الرب اتكلم مع التلاميذ أن لا تبرحوا من أورشليم، انتظروا موعد الآب، الأمر ما كانش سهل. وأنا متهيأ لي لو ما كانش تم خلال 10 أيام الباقيين من وقت اللي هو في يوم 50، من وقت ما ظهر ليهم وقت صعد لحد وجودهم في يوم 50، كان هيستمر حتى لو أمر استمر شهر أو 6 شهور أو سنة. ليه؟ لأنهم قطعوا، عندهم رغبة. أحبائي، ربنا ما بيديش نفسه لناس مش عاوزاه. لابد يبقى عندي شوية وأشواق ملحة، والرب يشوف الأشواق دي جوه قلبي، ده روحه. عندي رغبة حقيقية، عندي شوق حقيقي. في أعمال 5:32 يقول: ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. أنا عندي أشواق، لكن كمان عندي طاعة. في حاجات الرب يشاور عليها لكنها غالية، لو ما تخلصش منها مش هيعرف يملاني. ممكن أكون مش قادر وأجي أقول يا رب أنا مش قادر بس مشتاق ليك.
مش الشطارة في إنك أنت تقدر ولا لأ، الشطارة إنك تجتهد وعندك استعداد للطاعة. لكن مرة كمان حاجة تانية، العطش والطلب لروح الله في لوقا 13 لوقا 11 وعدد 13، فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحر الآب الذي في السماء يعطي الروح القدس الذين يسألونه. يوحنا 7:37، وفي اليوم الأخير العظيم العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. لو عطشان أروح أقول له عطشان، لو تعبان أقول له مش قادر بقى خلاص عاوزك تعمل معايا حاجة. أنا حاولت كتير وكتير، أنا جربت كتير وكتير، أنا خدمت كتير وكتير، بس مش حاسس إن في ثمر. بتعب بسرعة، أرهق بسرعة، بتجرح بسرعة، مشدود على طول، خايف على طول، حمل كبير على كتفي، محتاجك يا روح قدس الله. عشان كده يقول الكتاب الكلمات دي: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. لو أنت عطشان، لو مش عطشان خلاص، لكن لو عطشان قرب منه قول له محتاجك محتاجك محتاجك. يمكن تقضي أوقات صلاة، يمكن تقضي أوقات صوم، يمكن في حاجات تشاور عليها تقول يا رب أنا أتخلص منها النهاردة، يمكن في قرارات من زمان نفسك تاخدها، ليه وقت أنك أنت تخلص من الأمور القديمة. كيف أنال هذا الملء، ملء الروح القدس؟ في الكتاب في يوحنا 7:38 وفي غلاطية 3:14: لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح. أنا مشتاق للرب وعندي عطش لي، صدق إنه النهاردة هيعمل معك حاجة. قالوا لو عندكم إيمان مثل حبة خردل هتقولوا للجبل ده ينتقل من هنا إلى هناك هيتنقل. بس معقولة؟ معقولة ما عندناش إيمان؟ لا عندك إيمان، بس المشكلة مش في كده، المشكلة في عدم الإيمان. عدم الإيمان أكبر بكتير من الإيمان اللي موجود، ما بديش فرصة للإيمان إنه يشتغل. عندنا جبال من عدم الإيمان. رب يسوع لما قالوا يا يوسف هو قائد ماء، قال له تعالى زور بنتي، بنتي تعبانة. هو في الطريق قالوا ما تعبش المعلم دي ماتت، وراح وصل لي قالوا ما تخافش آمن فقط، أنا عاوزك بس تآمن. ولقى هناك حواليها محزنة، قال لهم دي نايمة، ضحكوا عليه، طلع كل الناس بره وخد معاه بطرس ويوحنا وصلى لها وقامت. اطرد عدم الإيمان، ملء بإيمان، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضاء، يستحيل إرضاء. كلمة إيمان دي بتبقى جاية من فعل محكمة، اليقين ده بيبقى جاي نهائي، أنا مصدق 100% صدق أنه يقدر يعمل كده. أما بتصلي ثق أنه يديك، فيش حد يطلب من أبوه سمكة يديله حية، يطلب بيضة يديله حجر، فهو يعطي الروح القدس الذين يسألونه لو 11. لو أنا بطلب أن الرب يملاني بروح القدس هيديك ملء بروح القدس. لو أنا محتاج قوة أعيش بها في هذه الأيام هيديها لك، هذه القوة ستمجده عشان كده عاوز يديها لك. لو أنت شايف أن أنت اتزنقت في حتت معينة مش قادر تخرج منها وفي قيود معينة على حياتك، لو النهاردة أنا عاوز المسحة إلى تتلف النير، أخلص من القيود دي. يملك اللي وقف قدام سامرية واختبرت هذه المية الحية، من التلاميذ وقفوا واختبروا معمودية الروح القدس، النهاردة عاوز اديها لك في غمر جديد.
حبايا نحن نعيش في عالم مضطرب وأوضاع صعبة حوالينا في الأيام دي، والقوة ما ينفعش معاها غير قوة أخرى، القوة الشيطانية اللي بتحرك الأمور خلف الستار. الحاجة الوحيدة اللي توقفها هي قوة روحية. في أعمال 28 أرى مع حضراتكم قصة سريعة وهختم بيها. آخر سفر، آخر إصحاح في سفر أعمال الرسل، يقول الكتاب بعد ما كان بطرس، كان بولس في اضطراب شديد بسبب أنهم كانوا في البحر وكان في السفينة عدد كبير من الأسرى وكذا مرة تتعرض للغرق، وصلوا أخيرا إلى جزيرة اسمها مالطا. يقول الكتاب الكلمات دي: ولما نجوا، عدد واحد أعمال 28:1، ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليطة، فقدم أهلها البرابرة لنا إحسانا غير المعتاد، لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد. فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار، جمع شوية حطب وحطه على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يديه، مسكت في يديه. فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيديه، وصفوه وحش، واضح أنه هو أذاه، قال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل، لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش، بولس نفض الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رديء. وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا، فإذا انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله. كانوا منتظرين أنه ثم الأفعى يسري فيه ويقع وقالوا ده هارب من العدالة، لكن الحقيقة ما حصلش كده. اللي حصل إيه؟ أنه رمى الوحش التعبان ولم يصبه شيء. لكن الشيء الجميل يقول الكتاب الكلمات دي، يقول: فحدث ان ابو بوليس كان مضطجعا معترى بحمى. لما لقوا الكلام ده جابوا واحد كان معترى بحمى وسحج، فدخلوا اليه بولس وصلى، ووضع يديه عليه فشفاه. فلما صار هذا كانوا الباقون الذين بهم امراض في الجزيره ياتون ويشفون، فاكرمنا هؤلاء اكرامات كثيره. مش بس كده، كل اللي في الجزيرة جابولهم أمراض عند بولس وكلهم اتشافوا. في قوة خرجت من بولس، اسمعوا ده شيء مش طبيعي، دي قوة الروح القدس. عايز ما يكون في أنتي فيروس طلع ضد الفيروس، في حاجة وقفت السم. بولس كان بيخرج منه ويصنع آيات فوق المعتادة. رب يسوع في العهد الجديد صنع أكثر من 39 آية معجزة. لكن يقول الكتاب في يوحنا 20:30 معجزات أخرى كثيرة صنعها الرب، أعداد رهيبة يوميا. يقول الكتاب: وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يدعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، يخرجون شياطين باسم، يدعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، نتكلم بألسنة جديدة، تتبع المؤمنين. تقول لي أصلا ده كان بس مجرد للوقت ده لحد ما كانت تيجي الكلمة، كان الرب قالها. لو أنت راجل حرفي وملتزم بالكلمة كان الرب قالها، لكنها تتبع المؤمنين. ما أحوجنا في هذه الأيام لعمل الروح القدس. الناس المرضى اللي كانوا موجودين في جزيرة مولايتا اللي راحوا لبولس وشفاهم، صلى لهم وتشافهم بقوة الروح القدس. وانا واثق ان الوقت اللي جاي سنرى آيات وعجائب مذهلة، لان في كثيرين كثيرين الرب عاوز يجيبهم لي، سيثبت الكلام بالآيات التابعة. وانا عاوز اقول لك وتحداك النهاردة، انت سواء كنت في المدرسة او بتتفرج على المحاضرة أو الخدمة دهيات، أقول لك أنت الرب قصدك أنك أنت تتملي بالروح القدس.
هو له لقاء معك. لو هي عتمت قوي حواليك انت محتاج قوه من اعلى. لو انت تعثرت وفي نص الطريق وقفت في قوه هتدب فيك دلوقتي وهتخليك تكمل بكل جداره. في تشجيع خاص من الروح القدس ليك. قال لهم انا عارف مش هتعرفوا تعملوها لوحدكم ما تبرحوش من اورشليم. قال النهارده يا رب انا عاوز ادوق الميه دي. نفسي مشتاقه للميه دي. نفسي محتاجه قوه جديده يا رب. عاوز انتعاش جديد في حياتي. زهقت الشكل الروتيني وتعصرت من ناس كتير. محتاج قوه توقفني وتعبر بيا لافاق جديده والاماكن جديده باسم الرب يسوع. عاوز تغمض عينيك معايا وقضي وقت صلاه قدام الرب. وانت بتصلي هرجع مره كمان واقول لك هتستقبل ده بالايمان. اطلب من الرب دلوقتي قول له انا بطيع لقلبي منفتح لجلالك اخضع لصوتك. محتاج نعمه جديده، محتاج قوه جديده، محتاج نور جديد. النهارده يا رب تعمله معايا. يسكب من روحك بغمر عجيب يملى بيه حياتك. غمض عينك وقول يا رب تعالى من فضلك. املاني النهارده. الشوشره اللي كانت على ذهني، المخاوف اللي على قلبي، التشتت اللي انا فيه، خايف من اللي جاي، يا رب محتاج قوه من روحك. انت صعدت وقلت ابعت ليكم المعزي. عندي احساس يا رب ان انا مفتقد التعزيه. يا روح القوه تعالى املاني الان بالايمان ننال الموعد. هتلاقي في قوه تغمرك دلوقتي. اديله اكتر من قلبك، اديله اكتر من حياتك وهو هيملاك. تختبر امر ما اختبرتوش قبل كده. لو انت لسه ما سمعتش عن الروح القدس قول النهارده نعاوز لقاء شخصي بيني وبينك. يمكن افكار كتيره شوشرت ذهنك. قول النهارده يا رب انا مصمم اخد اللي على قلبك. عاوز اتحول من حياه عاديه لحياه غير عاديه لما روحك يملاني. يملاني يملاني اسكب في قلبي. امور شاور لك الرب عليها قول له بتخلص منها الان. تنتهي من حياتك الان باسم الرب يسوع. باسم رب يسوع. باسم رب يسوع. افتح قلبك وافتح قلبك ليه. تلاقي في شيء بيحصل معك دلوقتي. صدق انت على معاد مع البركة. على معاد من غمر إلهي جديد يملى كيانك. هذه الأرض محتاجالك. محتاجة روح الله اللي فيك. قوله في إطفية. قوله في إطفية. وانت رافع ايديك كده تلاقي في ايدين بتلمس ايدك وبتملاك بروح الأول. قوله محتاجك يا روح الأول. اغمر ذهن يا رب. اغمر قلب يا رب. اغمر مشاعر يا رب. اغمر نظرات يا رب. اغمر افكار يا رب. اغمرني يا روح الله. فيض فيا الآن. فيض فيا الآن. فيض فيا الآن يا رب. المخاوف الموجودة تبدد لما روح القوة تملاك. تلخبط وبقى لك وقت مش عارف أنهي طريق تتحرك ده في ده ولا في ده. سيخبرك بأمور آتية. هتسمع الكلمة خلف قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها. يعرفك. يعرفك. هو بيحبك. عنده كتير وكتير ليك. طاقات إلهية عجيبة مدفوعة ليك.
خد نصيبك لنا نغمر بغامر جديد. مليت من الجفاف يا رب، مليت من الجفاف، حاجات كتيرة دخلت في حياتي بسبب الجفاف. استقبل دلوقتي، استقبل دلوقتي، استقبل دلوقتي. والكتاب كما من هبوب ريح عاصفة جت وملت كل البيت. هبوب ريح عاصفة تملى كيانك الآن، تملى كيانك الآن، تعصف بكل ما هو ليس مرضي من عند الرب. دي بصيرة روحية، كلمات نارية. يا روح القوة املانا، يا روح القوة املانا. انت اللي قلت ان عطش احد فليقبل، يا رب بنأتي اليك الان، نقبل الى جلالك الان. ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا. انت بتعطي اكثر جدا من افتكر او نطلب بحسب غناك في المجد. مش عارفين نعملها رب لوحدينا، مش عارفين، لكن تقدر تعملها فينا، تقدر تثمر فينا، تقدر تفيد فينا، تقدر تستخدمنا، فنكون لك شهود. انت لو انت كده تكونون لي شهودا. يا رب ما قدرش نخلص حد، ما بنعرفش، لكن روحك يتكلم فينا. فكثيرون يأتون للمجد اسم رب يسوع. صلي صلي، خد وقت في الصلاة قدام الرب دلوقتي. دي مدرسة للصلاة، عاوزين نقضي وقت قدام الرب في الصلاة. أنا متأكد إن في ناس هتتنقل من أرض لأرض، من مكان لمكان دلوقتي روحيا، من حتة أنت كنت فيها مرك وتعبانة تلاقي في انتفاضة داخلية هتقوم فيك الآن وتاخد خطوات جريئة تطلع فيها قدام اسم الرب يسوع. وفي أمور شاور لك الرب عليها، قل له النهاردة يا رب بطلب معونة أتحرر منها. مرأة نازف الدم 12 سنة نازف الدم، لكن والكتاب قوة خرجت مني. مرأة ظهرها منحني 18 سنة ولمسها الرب لمسة واحدة رفعت راسها. يلمسك دلوقتي لمسة قوة ترفع راسك. النزيف اللي موجود يتشفي، الانحناء اللي موجود ينتهي، المخاوف اللي موجودة تخلص منها. يا روح الله تعالى، يا روح قدس الله خد طريقك في قلوبنا، تشق في البحر طريق، تملانا بروح جديدة، الروح اللي كانت مع كالب يا رب تملانا بيها باسم الرب يسوع، ونمتلك كل ما على قلبك. باسم الرب يسوع. لا ظلام يا رب، لا ظلام يا رب، لا ظلام، لكن ليكن نور، ليكن نور. تعال بإشراقة جديدة يا رب على حياتنا، تعال بإشراقة جديدة، تعال بنور جديد على حياتنا. ما مضى قد مضى، هناك عصر جديد، وهناك ثياب جديدة، وهناك فهم جديد، هناك خطوات جديدة نستقبلها منك دلوقت، نستقبلها منك دلوقت على قلبك، على قلبك كده لشهوة قلبك. كل ما لي فهو لكم، ولادك ياخدوا على قلبك يا رب، ياخدوا على قلبك. لا تسمح نكون متفرجين، لا تسمح نكون من بعيد واقفين، لكن تعال يا رب بروحك، تعال يا رب بروحك. وتملي 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 كمان، وتملي كمان، مل ورا مل، مل ورا مل. خلي الأرض تشرب، الأرض العطشانة دي خليها تشرب، تتملي بروح جديدة،
في اسم رب يسوع. يا روح القوة، يا روح القوة، يا روح القوة. مشتاقين 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 مشتاقين. اشتاقت نفوسنا لقضي أوقات وأوقات قدامك يا رب، نشرب من نهر نعمتك، تملانا بروح قوتك. اسم رب يسوع. تعال المس، المس ولادك يا رب، المس ولادك يا رب، المس ولادك يا رب. تستعلن في هذا الزمن الأخير، تستعلن في الأيام القادمة في كنيستك وفي شعبك باسم الرب يسوع. قلوا بصدق بإيمان، بصدق بإيمان، لا مكان للشك، لا مكان للظلمة. بصدق أنك تتعامل معي الآن، بصدق أن في شيء بيتم جوايا الآن جديد. ملاني، أغمرني، يديك الرب مواهب. أيوة يديك مواهب. استقبل من، استقبل من، هناك الكثير والكثير يا أحبائي. وانت بتصلي، وانت بتصلي، خلي ريح العاصفة تملاك، خلي يتم المكتوب وامتلأ الجميع من الروح القدس. مش بس عاوز يملاك، لكن كمان عاوز يفيد من خلالك لناس كتيرة تانية، ناس كتير تتبارك بيك، ناس كتير تتخلص بكلمات النعمة الخارجة من فمك، ناس كتير تتشفي من أمراض لأن روح القوة بيستخدمك، ناس كتير تتحرر من أرواح الشر لما حط في فمك كلمات سلطان. بتكون زي سيدة يعلم كمن له سلطان. املاني 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 الآن، املاني الآن يا رب، املاني الآن، املاني الآن. غمر فوق غمر، غمر فوق غمر، ملء فوق ملء. أشكرك، أشكرك، أشكرك لأنه على حساب دم كريم يا رب، على حساب دم كريم تملى أولادك. لا لأعمال لبر عملناها، لكن دي نعمتك فينا. أشكرك، أشكرك، عملت كل حاجة على الصليب، تممت كل شيء، وقلت قد أكمل، الدفع الثمن، اتسدد الدين. مبارك اسمك، مبارك اسمك. انت لو عدت ارسل لكم المعزي خير لكم ان انطلق. اشكرك، اشكرك، ما سبتناش وحدنا لكن ارسلت المعزي. والنهاردة يا رب قولك املانا اكثر واكثر، لانك اله كل تعزيه. باسم الرب يسوع، اسم رب يسوع. نعم يا رب، أرواح الشر تصرخ من هيبة حضورك في حياتنا، نفوس تتغير من قوة كلمتك فينا باسم رب يسوع. تشوف حياتنا تغيير عجيب في الأيام القادمة. ما أحوجنا لعمل روحك، أنت اللي قلت إن عطش أحد فليقبل إلي. جايين بعطش، جايين بعطش. لا 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 لا، مبارك اسمك، مبارك اسمك. تعال اختم يا رب، تعال اختم، تعال اختم على كل كلمة قالت بخطب الروح القدس. تمشي معانا كل السكة الوقت اللي جاي، نشوف أيام مجيدة مليانة بخير عظيم لأنك فينا. اسم الرب يسوع فتثمر فينا المجد. اسم يسوع، اسم يسوع. أنت الروح المجد، أنت
أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي، صد علينا الآن، أنت الروح أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي، صد علينا الآن، روح الله نزول في اسم يسوع، في كل بيت، في كل أوضة تأتي في وسطنا، بحلول واضح في مكان، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن، روح الله كله تأتي في وسطنا. تعالوا قضي وقت كده وانت قدامه يا روح، تخيل مفيش حد شايفك يا روح، تخيل مفيش حد واقف جنبك يا روح، وهو واقف قدامك بيقول لك انا ملك الملوك ورب الارباب، الروح الناري الذي ينفخ انفاسه فيك وانت قاعد. المشتاق في حين الله إليه، اروي الأعمار المشتاق في مياه النار الإلهية، في حجار الحب بنتلاقى أشواق بشوقك يا فدية، اروي الأعمار المشتاق في مياه النعمة الإلهية، في حجار الحب بتتلاقى أشواق بشوقك يا فدية، استقبل كلامي بشوع الحب النوراني يغمر أعماقي وجداني، بشوع الحب النوراني يغمر أعماقي وجداني، ودي خيار حبي يعود يشعل جوايا سجود، ودي الحب بيعود إشراقه يشعل فينا سود، والأنف تدود في جمال المحبوب، والأنف تدود في جمال المحبوب، واسبح في ربوع الأمجاد، اسمع صوته يهمس فيا بشوق محبة ونور وحياة، والآن اروي الأعمار المشتاقة لمياه النعمة الإلهية، في حجال الحب بنتلاقى أشواق بشوقك يا فتي، تعالوا نعطي وقت واحنا بنصلي، احنا بنستلم الروح القدس ما يعطيه لينا،
استلم شخص الله نفسه جواك، استلم شخص الله نفسه جواك. آن الوقت أن يكون لينا قلوب الأطفال اللي تقدر تستقبل ملكوت الله بقوة. يا أهل صديق علمنا طول الطريق، علمنا يا أهل صديق علمنا طول الطريق، مد إيدك وسطينا وداول كل جرح، مد إيدك وسطينا واجعل طيبك فيها يروح، ايدك وسطينا ويداوي كل الجروح، بدي ايدك وسطينا واجعل طيبك فينا يفوح. مشتاقين يا روح الله يعرسنا وبنستنى، مشتاقين يا روح الله لعرسنا وبنستنى. عرفنا اشواق القلب، اكذبنا فوق السحاب، عرفنا اشواق القلب، اكذبنا فوق السحاب، مدي ايدك وسطينا ويداوي كل الجروح، مدي ايدك وسطينا واجعل طيبك فينا يفوح، مدي ايدك وسطينا ويداوي كل الجروح، مدي ايدك وسطينا واجعل طيبك فينا يفوح. مشتاقين يا روح الله يعرسنا وبنستنى، مشتاقين يا روح الله عرسنا وبنستنى. راحتنا في فعل رضا، حاجتنا للشركة معاك، راحتنا في فعل رضا، حاجتنا للشركة معاك، مدي ايدك وسطينا ويداوي كل الجروح، مدي ايدك وسطينا واجعل طيبك فينا يفوح، مدي ايدك وسطينا وداوي الكل بالروح، مدي ايدك وسطينا واجعل طيبك فينا يفوح. مشتاقين يا روح الله يعرسنا مستنى. عارفين الكلمات اللي بتقول اسمعوها بس كده، يا مشتهى صنعة ايدين محبتك، يا ملتقى كل اللي داقوا صدتك، ما بيعيشوش على حالة واحدة في سكتك، ولا يدقوش القدس إلا في بسمتك. وبعدها بيقول كده على طول، ولي ما أراه، ولي ما ولم أراه، فلي هو وليس بعد ما أراه، أرى بلا عيني، بعينه أنا بشوف وبالعين أرى، فهو هنا في روحي كما في السماء. مفيش حاجة تقدر تفصل السماء عنك لاهوتيا، لأن ساكن فيك الروح القدس، ما ينفعش. يا مشتهى صنعة إيدين محبتك، يا ملتقى كل اللي داقوا صحبتك، ما بيعيشوش على حالة واحدة في سكتك، ولا يدقوش الإنس إلا بسمتك. يا مشتاق صنعة إيدين حبتك، يا ملتقى كل اللي داقوا صحبتك، ما بيعيشوش على حالة واحدة في سكتك، ولا يدور الأنس إلا في بسمتك. ليه ما أراه
ولي ما لا لم أرى فلي هو وليس بعد ما أرى أرى بلا عيني وبالعين أرى فهو هنا في روحي كما في السماء لي ما أرى ولي ما لا ولم أرى فلي هو وليس بعد ما أرى أرى بلا عيني وبالعين أرى فهو هنا في روحي كما في السماء. تعالوا نقول مع بعض الكلمات دي بس ثق فيها ثق فيها. الكلمات الأخيرة دي في النهاردة أؤمل بالبركة في أيام. أؤمل بالبركة في أيام. لكم حاجة بس صغيرة كده وبعدين هنختم الكلمات دي. لما كنا صغيرين بنتفرج على باتمان ولا نتفرج على سوبرمان وإحنا صغيرين قبل ما بيخلص الفيلم بنكون بنمثل الفيلم لأن كنا أطفال لأن كنا حاسين إن إحنا أبطال ونقدر نعيش العيشة دي في الحقيقة. كده مقدس بيقول لك ملكش ملكوت السماوات غير لو عرفت تطبق هذا. تشوف كفايانا نشوف اللي في الكتاب ونقول تتكلم على ناس تانية. كفايانا نشوف اللي كتب ونقول ده لناس تانية. خش في الكتاب وقول ده ليا أنا ليا الكلام ده أنا ليا الأمودي أنا هخرج قبل ما أخلص الكلمة أكون بعيشها بتحرك بيها. أشواق البركة جوانا أنا رضا وتفت فينا تغمرنا البركة وتملانا أنهارك بتفت حوالينا وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا وبنعطش لحياة البركة متضعف وأكتر تدينا. أؤمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا إشراق توجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا. أؤمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا لينا إشراق توجهك نستنى وانتو بوتعالك أراضينا عايزينك تيجي صلي سلطانا تؤمر لحياتنا بحرية إثبات في الحق يحرر من كل خطية وعبودية من كذب وباطل نقينا وبروح الحق اتنورنا ارسل كلماتك فينا وظهر في سلوكنا وغيرنا. أؤمر بالبركة في أيامنا كعب مرحمك وحينا إشراق توجهك فينا وانتو بوتعالك أراضينا. أؤمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا إشراق توجهك نستنى وانتو بوتعالك أراضينا عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك فينا تسكن في القلب وتملانا من غير ورا ركن يكون لينا. أؤمر في القلب وعلمنا يديلك راحتك في كياننا نور أذهاننا وفهمنا وتعامل مع بطء إيماننا. أؤمر بالبركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا إشراق توجهك نستنى وانتو بوتعالك أراضينا. أؤمر بالبركة
البركة في أيامنا ارجع بمرحمك وحينا عيران تتوجد نستنى وانت بقوة عليك أراضينا نقرز بكلامك بكسارة نزرع والمت يكون اسمك وبقوة روحك بحرارة نمسد ونفوس تعرف شخصك قوينا بنعمل أعمالك ادينا كمان أعظم منها حياتنا توافق أفكارك وإيماننا يزيد وانت منها أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا الشراط توجهك نستنى وانت بقوة عليك أراضينا أمر بالبركة في أيامنا بقيت سنة 2020 وبقيت العمر ارجع بمراحمك وحينا اشراق توجهك نستنى وانت بقوة عليك أراضينا يا رب بنشكرك يا رب بنمجد اسمك بنمجد اسمك لأجل روح الحق وروح الحياة تمجد اسمك لأجل شخصك الإبل اللي سكن بمجد اسمك يا رب لأجل الهيكل اللي انت اخترته ليكون إناء ليك بمجد اسمك لأجل عمل العظيم والسر المكتوم منذ الدهور أن الله يستطيع أن يحيا فيا بالصليب محبة الآب قوة وشركة الروح القدس وعمل يسوع المسيح